حضرتك قلتي في وسط كلامك في مجمل اجابتك على السؤال اللي فات استخدمتي تعبير تفريغ. يعني واحنا بنتكلم على تفريغ ما بين بقى ميكس من طاقه سلبيه مع احساس بالاحباط، احساس بالياس، سواء بقى خسر في بطوله، خسر في مباراه، لا سمح الله سقط في ثانويه عامه برضو استكمالا لكلامنا. عمليه التفريغ دي بتتم ازاي وانتم مش بس بتفرغوا احساس الياس والاحباط، ده انتم كمان مطلوب من حضراتكم ان انتم تحولوه لحافز وطاقه اضافيه عشان يعمل انجاز ايجابي في الفتره اللي بعدها، ودي حاجه مش سهله. الواحد هو يعني خسران ومهزوم بيكون انهزامي بالظبط، فاهم ازاي؟ في كل مشاعره حتى. فده بتعمله ازاي عمليه التفريغ؟ بص يا كريم، يعني لسه من اسبوع يوم الخميس كان عندنا في العاب القوه بطوله القاهره بتاعه 16 سنه و20 سنه. كان في ولد عنده اصابه خلفيه وهو صاحب رقم مصر، فتخيل لما يبقى صاحب رقم مصر وعنده اصابه في الخلفيه. فضل مقتنع انه هيتصاب بالخلفيه، بحكم ان انا اعرفه فقلت له لا تعالى بقى احنا محتاجين نعمل جلسه تفريغ انفعالي قبل الماتش. بنعملها ازاي؟ بتبقى مجرد جلسه بندي سؤال مفتوح نضمن ان الحاله او اللاعب يتكلم، يطلع بقى كل اللي جواه كده. بنقعد يتكلم واحنا ساكتين تماما، بنجهز بس بوينت هنتناقش فيها، فببدا اعمل له فوكس على الحاجات الايجابيه. انت صاحب رقم مصر، طبيعي ان احنا هيجي لنا اصابات، ما احنا جسمنا ده طبيعي هيتاثر. ببدا اعمل له فوكس على الحاجات الايجابيه، والحاجات الايجابيه لما هعمل عليها فوكس هتكسر السلبي. ثيرابي يعني، ما هي ثيرابي، هو الشغل كله ثيرابي اكتر. فهبدا اعمل ده، نزل ما شاء الله في البطوله عمل رقم جديد، وهو الثالث مره بس في حياته يطلع على ارتفاع الحاجز العالي. هو كان بيلعب مرحله اكبر من مرحلته وخد مركز ثاني، ورغم ذلك هو اول مره الثالث مره في حياته ينط على الارتفاع ده، بس هو كان مجهز نفسيا. بالتالي كان في لاعب برده تاني بيلعب 100 و200، ده قعد سنتين كريم، بقاله سنتين الولد جامد، بقاله سنتين بيخسر بس وما بيلعبش جمهورية، وقبل الماتش باسبوع يتصاب، قبل الماتش باسبوع يتصاب. طب ده ايه بقى؟ هو شايف ان هو لو خسر هينتقد، لو خسر هيحصل هينتقد، المدرب هينتقده فبيخاف من الانتقاد. في الحاله امتى لما المدرب مش هينتقده؟ لو اتصاب. طب انا اتصبت. غريبه. فيتصاب وهو مش فاهم انه اتصاب، لما بيروح للدكتور يقول له يا ابني هو انا اتصبت ازاي؟ يعني انت خلفيتك قويه. بدأنا بقى بالصدفة أساسا، لقيت الكوتش بتاعه قال لي يا نورهان بعد إذنك، كنت في الملعب بالصدفة لقيته بيقول لي بعد إذنك عايزك تقعدي معاه. المدربين عندنا في مصر شايلين الموضوع ده، مصاريف مادية ومع اللعيبة شايلينهم بنفسهم، لأن ده مش متوفر للأسف عندنا في مصر في الأجهزة. ملوش بند في أي ميزانية؟ لا، مع إنه على أهميته دي المفروض. يعني هقول لحضرتك، لسه امبارح كان في مدرب في النادي الاهلي بدون ذكر اسماء كلمني عايز يعمل جلسه جماعيه للفرقه عشان عندهم ماتش يوم الخميس. اوكي. عشان الفرقه حاسس ان في دروبات بتحصل. والمدرب قال لي انا هتكفل بالمصاريف الاداريه والماديه وكل حاجه، المدرب شايل. طب ليه ما نوفرش ده عندنا في النادي الاهلي، في اي نادي في مصر، في المنتخبات حتى؟ دي توجهات فعلا، انا عايزه اقول لك دي توجهات دلوقتي والرؤيه الصح ان احنا فعلا محتاجين، لان اهميه التأهيل النفسي تحدث عنه الكثيرين يعني.